حلقتنا بتكفي. قلت لكم اليوم انه في شيء سبيسيال بين مستر جورمي واتس كوكينج. سبيسيال هو المكرون. مش هيك؟ صباح الخير ميشيل. كيفك؟ تمام؟ كل شيء منيح؟ كل شيء كثير منيح. اليوم رح نروح ونحكي عن هالقطعه الطيبه كثير. رح نعرف معك ميشيل شو تاريخها، كيف تطورت مع الوقت، كيف انتقلت بين المطبخين الفرنساوي والطلياني، ورح نرجع نروح عند شارل تنعملها وندوقها على الطريقه اللبنانيه، من ايدين اللبنانيه. خليني اقول اكيد المكرون هي جوهره بالباتيسري الفرنسويه، صارت السيمبول تبع فرنسا بالعالم. السواح لما بيروح على فرنسا لازم ياكلوا المكرون، علما انه اوقات المكرون بنلاقيه نفسه بغير بلاد، ولكن صارت ايتاب ضروري لما نروح على فرنسا ناكل المكرون الفرنساوي. ولكن شو هو المكرون؟ هذا هو السؤال. المكرون اكيد هي باتيسري فرنسويه، ولكن كمان مره بتخلق عند الجيران، تخلق بايطاليا. السورس دانسبيراسيون تبع المكرون هو الاماريتو الايطالي. وكاترين دو ميديسيس لما بتنتقل من توسكاني من فلورنس لفرنسا عند زوجة أنري دو، بتجيب مع كل الطباخين من توسكاني، وبتجيب كمان الأماريتو. الأماريتو هو ديسير بينعمل باللوز، بينعمل بالسكر، بينعمل ببياض البيض. جابت هالسبيساليتي اللي هي على تقريبا 400 سنة ضمت مثل ما هي، وتحركت بعدين بآخر 100 سنة 1930 بباتيسري فرنسوية اسمها لادوري. مسيو إرنست لادوري اخترع الفيرسيون مودرن تبع المكرون. بالأساس المكرون هو بيسكوي على كوك وحدة. شو عمل لادوري؟ حط الاثنين لزقهم ببعضهم، وبين الاثنين حط غارنيتور، حط جناش. ميشيل خلينا نبلش بالاماريتو الطلياني. الاماريتو الطلياني على انواع، على طعمات عديده ولا على طعمه وحده؟ بايطاليا في عده اماريتو. في الاماريتو قبل كل شيء نادر نعمله باللوز الحلو، ما باللوز المر، وحسب الاريا تبع مطرح ما بينعمل الاماريتو في عده سبيشالتيز. يعني في مناطق الاماريتو بيكون قاسي بيجي كريسبي، وفي مناطق بيجي طري. الأماريتو اللي مشهور أكثر شيء بالعالم هو الأماريتو دي سارونو بلومبارديا، يعني بشمال إيطاليا حد ميلانو. وهونيك في كمان في أماريتو بينعمل قاسي وبينعمل طري. في أماريتو كتير مشهور اللي هو تيبيكلي طري، اللي بيسافروا كمان على إيطاليا وقت بالطيارة بيلاقوه بالميل على الطيارات. أماريتو دي ساسيلو هذا بيجي طري، وفعلا بيكون قريب أكثر للتكستور تبع المكرون. في عنا كمان مكرون نوع ثالث إذا بدنا منلاقيه بإميليا رومانيا بالسنتر في إيطاليا، ومكرون رابع منلاقيه بسيسيلي. كلهم قريبين لبعضهم، كل هالأماريتي كلهم قريبين لبعضهم، ولكن بيختلفوا بالتكستور، بيختلفوا إذا مر أما حلو، ولكن كلهم بيشبهوا بعض على ليلي استيتيكلي. الفرنسوية اعتنوا بالشكل مثل ما قلنا، غيروا شكل الأماريتو وصار المكرون اللي بنعرفه اليوم بطعماته الكتير. خليني أرجع للاسم. الاسم شو معناته؟ اسم مكرون بيجي مبدئيا من إيطاليا، كانوا يسمون مكروني، جاي من إيطاليا، علما أنه كمان في سورس بتقول أنه لا، جاي يمكن ديريفاسيون من غير كلمات، اللي هي جاي من منطقتنا لنا من سوريا. تحديدا ما بنعرف شو هي، ولكن الفيرسيون اللي أكثر شيء أخذت كريديبيليتي هي أنه جاي من كلمة إيطالية ماكاروني، علما أنه الماكاروني ماكارون كمان كان في أما الشوربة ماكارون أما الماكارون البسكوي اللي عم نحكي عنه. فكمان كان في كونفوزيون. بنقدر نقول أنه كلمة ماكارون فاتت بالليتراتور، فاتت بالكتب بال 1700 تقريبا، قبل ما كان في تراس عن الماكارون، علما أنه كانت تتصنع من 1550. خلينا نقول انه ماكارون هي جاي من ايطاليا، ماكاروني بالاساس هي اماريتي. الاماريتي كمان عندها اوريجين قبل، اللي هي بتجي من البات داموند. البات داموند كانت تتصنع بمنطقه ايران، افغانستان، يعني بالسنتر دولازي. من هونيك انتقلت على عده بلاد، انتقلت صوب ايطاليا، وانتقلت صوب الشرق الاوسط، انتقلت صوب لبنان، سوريا، فلسطين.
ما بنعرف بالضبط اذا الباداموند اللي نحن اليوم مرصبين الباداموند والمرصبين هل يعني بنلاقيه بالفيرسيون مرصبين ما بنعرف فعلا اذا انتقل من منطقتنا من الشرق الاوسط الى ايطاليا ومور سبيسيفيكلي الى سيسيلي اللي في عندهم تراديسيون مرصبين فظيعه اما من سيسيلي صوب صوب عنا هاي هون كمان في هيك في دباع على الموضوع ولكن اكيد هالشيء موجود عنا موجود بفرنسا موجود كمان بغير بلاد مثل بالمانيا كثير قوي ببلجيكا في كمان بياكلوا نوع باداموند يعني هو هالمتوسط هالبحر حمل على كل هالمدن الساحليه حمل كل هالطعمات وكل هالاشياء الحلوه وفن العماره كمان اللي اخذناه عن الطليان ولبناني مثل ما اللبنانيين بيعملوا بدي اسالك اي هو برايك كاختصاصي وخبير اطيب الاماريتو ولا المكرون هيدا سؤال كثير كثير مهم الي فعلا اذا هلا نحن رح نطلع على كم صوره لنفهم شو الفرق بين الاثنين اول صوره هي الاماريتو الايطالي بنشوف انه هو فيرسيون كثير بريميتيف اذا بدنا اذا نطلع عليها ما في كتير سوفيستيكاسيون ولكن كل الطعمة موجودة منشوف هالشي كمان بالصورة التانية اللي هي هون عم نشوفهم محطوط عليهم شوية سكر ولكن منشوف انه منحسها شوي ديناصور من الأماريتو في عنا كمان فيرسيون اللي من اللي هي بتوسكان اللي هي الكانتوتشيني اللي كمان كل هاللي بيروحوا على فلورنس بيدوها كمان مع الفينسانتو ومن اللي هي كمان أكيد هلا بفيرسيون اندستريال ببلادنا هيدي منشوفها لما منطلع عليها مجعدة منحسها أنه في تاريخ وراها من هون منوصل على المكرون هاللي الصورة اللي بعدها منشوف الألوان أوكي فهون في شغل ماركتينج كتير قوي صار وهيدا يعني هون من عم نفهم كل الدواليزم اللي فيه بين ايطاليا وفرنسا بين الكوزين الايطالي والكوزين الفرنسوية بنقدر نشوف كمان الصوره اللي بعدها اللي هي كمان الماكارون بالفيرسون اللي بنعرفها ماركتينج وايز ما بنقدر نقول انه الماكارون الملون ما بيقدر يبيع اكثر من الماكارون بالفيرسون بازيك تبعه انا بفتكر كطعمه لما بناكل الماكارون خاصه الماكارون تبع ساسيلو في الاماريتو ماكارون سلاش ماكارون من ساسيلو طعمه مش طبيعيه ولكن لما بنشوف كل هالعلب الحلوه مع كل الالوان عم نروح على الماكارون الفرنسي والماكارون دو باري خاصه بما انه الطعمه ببلش بالعيون يمكن الماكارون الفرنسي صار اطيب قلت باول حلقه انه هيدا جوهره المطبخ او الديسير الفرنسي خلينا نقول انه الجوهره كانت ان فورم بروت بايطاليا خام مثل ما هي والفرنسويه صقلوها واشتغلوا عليها لتطلع كمان بهالشكل هيك بنكون اعطيناهم اثنيناتهم حق صح ومش بس بالمكرون بنلاقيه بكل الكوزين لما هلا بنشوف الشيفي الفرنسويه اللي عندهم احلى تكنيك بالعالم صاروا عم بيستعملوا اكثر واكثر كل هالانجريدينتس الايطاليه بنشوف عم بيعملوا رافيول وكريسبولين بيستعملوا اكيد البوراتا يعني عم بيستعملوا الانجريديان بيستعملوا الاساس الايطالي بس بايطاليا هن منهم عايزين بالاخر الطبيعه عطتهم كل شيء ما 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 في زوم يعملوا كل هالالابوراسيون كل هالسوفيستيكاسيون من كلها بالفورم بروت اللي انا شخصيا بحبها كثير ولكن السوفيستيكاسيون والماركتيزاسيون والسكسس عم بيعطوه الفرنسويه نحن بدنا نقول انه نحن المستفيدين يعني لانه من حسن حظنا انه لبنان بهالموقع هيدا وشعبه هالقد منفتح تيعرف اكثر عن المطبخ الفرنساوي والمطبخ الطلياني بدنا نقول انه اليوم رح نروح عند الشيف شادي اللي رح يذوقنا المكرون من ايدين واحد من اهم شيف بلبنان والشرق الاوسط نحن فخورين فيه اكيد وبنقول له صباح الخير لشيف شاد صباح النور كله تمام كله تمام صرنا حاضرين هلا شوي صغير بنقدر نحن نبلش نفرجي تكنيك المكرون رح نعمل اليوم مكرون شوكولا ومكرون على فرامبواز بالفرامبواز رح نفرجي كيف بنلون المكرون والشوكولا هي اكيد هي البازيك بالروسيت ممتاز ميشيل وانا رح نرجع ننضم لشارل ونحكي اكثر بعد معك ميشيل عن المكرون وعن كل هالمطبخ الغني ونشوف كمان كيف رح نعمل هذا السير الطيب فخليكم معنا.